ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع التاني لشهر ديسمبر لعام 2020 لاصحاب برج الاسد. برج الاسد عندنا خلال الاسبوع التاني صراحة هو فيه احداث كتير، ولكن انت احساسك اللي حاجات فيه اكتر. يعني انت احساسك ان انت عندك مرحلة من الارتباك في بعض الامور، الارتباك في موضوع جديد احنا داخلينه، الارتباك في موضوع ليه علاقة بضغط مهني او بداية مهنية، كمان عندك في ضغوط لان عندك فكرة السفر شوية مسيطرة، او حد من اصدقائك من اللي انت اصدقاء من الخارج او من دولة خارجية او من جنسية اخرى بيبقى انت او معاك على تواصل، فبالتالي انت عندك سفر، عندك انتقال، فده هيخليك ان انت تكون عايز يعني في ارتباك. انت هتكون ايه في الاجواء الجديدة؟ اجواء جديدة عليك بمعنى اصح، فانت قلقان من ده. القلق اللي موجود عندك او بعض الارتباك مؤثر على الوضع العاطفي. انت عندك العاطفة اللي في انجذاب ليك وفي الحبيب قريب منك جدا، بس انت المشكله اللي موجوده عندك لان انت مش عارف تدي حب او اهتمام، مع انك انت حاليا رومانسي وعايز حب وعايز استقرار ويوي، بس انت متلخبط بعض الشيء. فده الخلاصه بتاعت الموضوع شويه. ولكن عندنا ايجابيات. ايجابياتها عباره عن ايه؟ انت عندك نفسيا مضغوط ويوي، ولكن ايجابياتك ان عندك الوضع المهني هيتحسن، الوضع المادي هيتحسن، عندك الوضع المهني بدايه شغل او شغلك القديم بيرجعوا ان هم يكلموك تعال او يلا نرجع او يلا مش عارف ايه هنبدا مشروع جديد نعمل، فعندك الوضع المهني اقدر اقول انه بيترستق بيتظبط. يعني عندك في انك لو انت ما حصلتش على وظيفة او ان انت رجعت لشغلك في خلال الاسبوع الاولاني، فعندك فرصة قوية خلال الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، ولكن عامة عشان احنا في الاسبوع الثاني، فعندك فرصة لان انت تقدم على وظيفة، تقدم على شيء. انت مركز في الوضع المهني والوضع المادي، عايز تظبط حالك ومستقبليا كمان، انت عايز استقرار مستقبلي حتى كمان من ضمن حساباتك الوضع العاطفي. بس الوضع العاطفي انت بتميل للجديد، بتميل للجديد. وخلي الناس اللي بتراقب برج الاسد متابعيني دلوقتي في الوضع العاطفي عشان اقول لكم نصيحه حلوه. المهم نبدا الوضع المهني، الوضع العاطفي اول نصيحه انا قلت بين مين. المهم الوضع المهني دلوقتي ان انت عندك شيء جديد، لو عندك عايز تقدم على وظيفه قدم، عندك فرصه، عندك ان انت في فرصه سفر، في بدايه جديده، عندك انتقال من مرحله لمرحله او ترقيه، او ان انت عندك ان الاخرين او المديرين هيشكروا فيك، هيشوفوك مركز حلو وقيمه. عندك كان في خلافات مع مديرينك، هتزول الخلافات دي وهتبدا انها تتعالج، الوضع هيبدا انه يتعالج. عندك حاله من تسوية الخلافات، يعني هنكون عندنا ده. طيب عندنا كمان في مناسبة اجتماعية، في فرح، في مناسبة سعيدة، في شيء مبهر، في شيء قيم، في حاجة احتفال، في حاجة احتفالية. الحاجة الاحتفالية دي هتخليك ان انت تكون عندك قيمة في الوضع المهني، عندك مركز هتحصل عليه، عندك حد يقولك انا هحل لك الموضوع ده، عندك حد هيبقى زي كأنه بيتولاك في مشكلة معينة، المشكلة اللي هتبدأ تزول. يمكن المشكلة دي مؤثرة عليك، المشكلة دي ليها علاقة بإيه؟ ليها علاقة بخلافات عائلية او مع مديرينك في العمل او العاطفية، فعندك الموضوع بيبدأ ان هو ينتهي، الخلافات تبدأ تنتهي برضو بسبب بعض الاشخاص. عندك انك عايز تصالح حد، بس عندك كبريائك وكرامتك مقصرين شوية، فبالتالي عندنا بنتراجع، عندنا اللي هو انا عايز كل ما اخد خطوة بتراجع. الاسبوع التاني عندك انك هتبقى تمتلك الشجاعة انك تواجه، انك تقدر، انك تكون عندك اللي هو انا لازم اعمل ده، فبالفعل عندك نجاح في التصالح ما بينك وما بين الاخرين، ويكون عندك اللي تتفاجأ بيه اللي هو الدنيا عادي، يعني الدنيا اللي انت كنت خايف منه ما جاش احسن من ما جاش اللي هو الاحسن، يعني جه الاحسن. المهم فعندك ده جدا، فاللي هو انا السنه الكوبايه اللي ورايا دي بنتي اللي جابتها دي، يعني شكلها مش حلوه قوي عشان لغوصه من بنتي دي، شوكولاته بالموز، عصير شوكولاته كده بالموز. المهم يعني عندنا ان انت هيكون الدنيا بتتحسن، واللي انت ما كنتش متوقع ان هو يجي بالحلاوه دي، لا هيجي بالحلاوه دي. ده الوضع المهني عندك متميز والدنيا تمام، وفي شغل وفي وظيفه جديده والدنيا بتتحسن، بس عندك اعداء لنجاحك، اعداء لانتصارك، اعداء لان انت تكون في مكانه حلوه، هيكونوا موجودين وحبه حرب كده انت قادر عليها، ولكن مع التجاهل هنقدر اكتر.
الامور الماديه انت عندك حصول على جزء من ميراث. الاسبوع التاني هو يعتبر مش بقدر القوه القويه يعني، لكن انت عندك هتحصل على جزء من الميراث، جزء على من الوضع المادي، تحسين في الامر المادي. فعندك ده برضو هيكون يعني اجواء حلوه، استقرار شويه مادي. اللي عايزه اتكلم عليه بقى وركز عليه الامور العاطفيه. الامور العاطفيه بالنسبه لك انت، بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين، انت عندك اجواء حلوه وجاذبيه والابواب مفتوحه قدامنا والدنيا بتقول لنا اللي هو اهلا وسهلا بيك، احنا فتحنا لك باب العاطفه خلاص. فعندك حب جديد، عندك شيء جديد، لان انت فيه انت جذاب جدا او انت جذابه جدا، فالاخرين معجبين بينا قوي. زائد الناس المنفصلين، هتكلم دلوقتي عن المرتبطين، الناس المنفصلين انت عندك حب جديد عايز ان هو يدخل حياتك، حتى كمان الحب القديم عايز ان هو يديلك فرصة، يعني الحب القديم عايز يرجع لك، عايز يقرب منك، عايز او ندمان ان هو بعد عنك في لحظة من اللحظات، اللي هو من اللحظات. فعندك ان انت يعني الدنيا بتتحسن بالنسبه للمنفصلين، واللي مش مرتبطين عندك ارتباط. المنفصلين عندك حب جديد عليك انك تختار وتحزم الامر، حب جديد وان الماضي بيرجع لك، انت شوف الافضل ليك ايه مستقبليا، انت هتنجح في ايه. طيب كمان برج الاسد اللي بقى بالنسبه للناس المتجوزين، انت كان عندك خوف من الانفصال ومشاكل كانت تؤدي للانفصال، بس انت كنت عارف انها هتيجي على خير، يعني في الاخر هنحل الموضوع، لان كان عندك مشاكل تانية انت بتفكر فيها. الامور بالنسبة لك احذر من حاجة، ودي بتتعامل برج الاسد مع بعض الابراج، انك تتحط في مشكلة انك تقع في غرام الطرف التالت، او كانت علاقة قديمة. خلي بالك جدا جدا، لان بالنسبه لك في ابراج، بعض الابراج جذبك قوي. لو انت بقى مرتبط بالابراج دي انت يا هناك، يعني مثلا الميزان الهوائي، من الابراج الترابيه برج الثور، من الابراج المائيه هيكون شويه الحوت. ده خلال الاسبوع التاني انت هتحس بجاذبيه جدا للابراج دي. الابراج الناريه هو مش قوي، بس ممكن يكون الاسد اللي زيك. فخلي بالك جدا جدا، دول ممكن يكون فيهم تحسن، ولكن يرقصهم الميزان الدلو، برضو الميزان والدلو والحوت والصور، فدول المتميزين عندك. عندك ان انت خلي بالك العلاقات القديمة ان انت ممكن ترجع لها، او ان انت تقع في غرام حب جديد فيخليه يبقى عندك مشكلة، او خلي بالك من الطرف الثالث اساسا، خلي بالك جدا، لانك ممكن تكون هيبقى سبب في معاناة بعد كده. عندك كمان الوضع العاطفي، الشريك هيكون عايز يصلح علاقته معاك، ولكن في بعض الابراج اللي واقفة معاك على الوحدة، يعني في بعض الخلافات، بعض المشدات على امور ماديه، على امور ليها علاقه بالاستقرار، الشيء اللي اصلا انت خايف منه وقلقان منه، هتحس ان الشريك مش واقف معاك، مش بيدعمك، هتحس بده. اغلب برج الاسد انت عندك بعض الاختلافات مع الوضع العاطفي مع الشركاء حياتك، ولكن الموضوع هيبدا، يعني خلينا نكون هاديين صابرين للفتره دي، عشان انت عندك تحسنات في اخر اسبوع. فخلي بالك بس ان هي فتره ايجابيه في بعض المواقف والامور، ولكن على امور تانية صعبه شويه، فلازم نخلي بالنا. ده الوضع العاطفي. الامور الاجتماعيه بقى، المشاكل العائليه اللي موجوده عندك، عندك خلافات عائليه وتكاد تكون قطيعه، يعني انت عندك قطيعة مع حد في الوضع العائلي، ولكن هي بتحاول انها تتحسن، انت بتحاول كمان عايز تصلح، بس مش عارف تاخد الخطوات المناسبة عشان تحاول ان هي تتحسن. فعندك ده جدا، ممكن تكون انت عندك كان في خطأ في شيء، ولكن انت كنت بتقول الخطأ حتى مش مستدعي ان يكون في الخلاف ده، او يبقى الامر متطور للمنظر ده. فعندك ده جدا، ولكن الامور هتتصلح. عندك كمان اجتماعيا انت هتتعرف على اشخاص جداد، هتتعرف على اشخاص قيمين بالنسبه لك، عندك زيارات متبادله خلال الاسبوع ده، عندك حضور لاحتفال حلو او احتفال سعيد هيضيف لك. عندك في خلال الاسبوع ده هتسمع ان في بيبي جديد، عندك موضوع له علاقه بالاستقرار، هتسمع خبر حلو يعني يطمن قلبك، ولكن الاكتر ان عندك في خطوبه او زواج، او ان برضو للناس المرتبطين او ارتباط، او ان عندك في بيبي جديد، يعني عندك ده جدا جدا، والموضوع البيبي ده موجود عندك خلال الاول 3 اسابيع، فرصته اكتر من الاسبوع الاخير، يعني نسمع خبر حلو في المواضيع اللي زي دي. برج الاسد الوضع الصحي، خلي بالك على صحتك جدا، مش ان احنا قاصدين نخوف، ولكن الوضع الصحي مش بمأمن بشكل قوي نتيجه بعض الارتباكات اللي احنا خدناها، ونتيجه ان عندنا عين وحسد ممكن يأثر في صحتك اكتر. عامه مش عايزه اطول عليكم، نخلي بالنا بس على صحتنا. بشكركم جدا، بحبكم كتير كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.